اهلا بكم الساده المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا البلد. النهارده هنتكلم عن القضيه، هي اهم قضيه من القضايا اللي المفترض ان هو عشان نبني بلدنا يبقى لازم يكون في امن واقتصاد. طالما ما فيش امن يعني ما فيش اقتصاد، ما فيش بناء دوله، ما فيش فيه نهضه اقتصاديه، ما فيش فيه مؤسسات دوله تتحكم ببناء دولتها بشكل جيد، بشكل مستقر، بشكل تتفخر به العالم. فده كله عشان يتعمل لازم اول حاجه بناء مصر هو ايه؟ الامن، اللي هو موصله في الداخليه والجيش. ده رقم واحد. رقم اتنين الاقتصاد، تترتب وراه المؤسسات الدوله. فعشان نتكلم ده كله يتعمل لازم فيه استقرار امن. فمن خلال هذا الاستقرار الامني او الوضع الامني اللي موجود حاليا في ظل الارهاب وظل المستهدفات الخارجيه والداخليه اللي المفترض ان مستهدفها مصر بشكل مستمر وما زال حتى تاريخه ده حضرتك بيأثر على اقتصادنا. ومع ذلك معالي الرئيس والحكومه الموجوده والقياده السياسيه الموجوده واعيه بهذا الوضع وتتعامل بكل وضوح وبكل حزم عشان تقدر تستقر البلد، تقدر تبني بلدها في نفس الوقت يبقى في استقرار قوي وفي اقتصاد قوي. ده عشان يتم لازم يكون في امن قوي. فهنتكلم في هذا الملف اللي هو الملف الخطير المفترض نتكلم فيه بوضوح وبشفافيه. قبل ما نتكلم ونفتح هذا الملف نرحب بضيوفنا اللي شرفونا النهارده. هنرحب بضيفنا اللي شرفنا النهارده المهندس الحسيني الكارب، الخبير الاقتصادي ورجل اعمال. اهلا بك يا فندم، شرفتنا يا فندم. ايضا هنرحب بالمستشار والنائب الاستاذ ابراهيم عبد الوهاب، عضو مجلس النواب عن دايره اول المنتزه بمحافظه اسكندريه. اهلا بيك يا فندم، شرفتنا يا فندم. سعادتك شرفتنا. بدايه انا بتكلم حضرتك عن الامن وعن الاقتصاد. المفترض عشان يبقى في امن سياده النائب وعشان يبقى في اقتصاد قوي يبقى اذا انا لازم اقول ان في دوله قويه موجوده، يبقى اذا من خلال امن حضرتك يقدر يدي الامان والاستقرار او يقدر يدي عمليه نهضه اقتصاديه بشكل قوي يجذب الاستثمار الداخلي والخارجي. ده حضرتك يترتب عليه ان يكون عندي امن قوي. من وجهه نظرك عايزين نعرف ايه رايك في الحاله الامنيه الحاليه اللي موجوده حاليا. هل في حاله الامن بتاعتنا في المرحله الحاليه مديها الامان والاستقرار للاستثمار الداخلي او الخارجي؟ هو في الحقيقه طبعا هو ملف في منتهى الاهميه، هي حاله الاستقرار الامني داخل البلاد لجذب استثمارات سواء داخليه او استثمارات اجنبيه. الحقيقه خلينا نقول ان الوضع الحالي افضل بكثير من السنوات السابقه، ولكن هناك تحديات كثيره جدا. يعني التحديات دي اعتقد انها في نظر القياده السياسيه وعارفه كويس قوي اهميه حدودنا سواء الغربية سواء حدودنا الشرقية او حدود الجنوبية، حدود مصر كاملة في منتهى الاهمية لعدم دخول الاسلحة والمتفجرات. وبنشوف كل يوم عربيات دفع رباعي بيتم تفجيرها، اذا في مصر مستهدفة ان هي يعني يدخل لها كمية سلاح ويحصل فيها عمليات ارهابية كبيرة جدا. فاعتقد ان كل ده شايفين ان الدولة المصرية في حالة استقرار، في حالة تقدم، ولكن هناك يعني اهداف خارجية تريد ان هذه الطفرة اللي احنا منتظرينها ما تحصلش. في الحقيقة برضو عايزين نقول ان الامكانيات بقى يجب توفير امكانيات اكتر، سواء بقى حاجات تكنولوجية، كاميرات مراقبة، اجهزة كشف مفرقعات. يعني لازم يكون في تطور تكنولوجي نستفيد منه عشان نقدر نحمي نفسنا. طبعا جنودنا ورجالتنا والاجهزه الامنيه يعني لا تتوانى وما بتتاخرش ثانيه في الفداء يعني من اجل هذا الوطن، وده بنشوفه كل يوم. اكيد في اسره بتفقد حد من اهلها. بالفعل في ظل الخسائر اللي بتحصل امنيا والارهاب اللي بيتم بشكل واضح كان الناحيه الغربيه او الناحيه الشرقيه، هل ده بالفعل ده بيعوق عمليه استمرار الاقتصاد او تنميه الاقتصاد من خلال القياده السياسيه، او انت شايف حضرتك ان ده حضرتك ده يؤثر على التنميه الاقتصاديه اللي المفترض بيستهدفها
القياده السياسيه بشكل واضح لا طبعا على الارض الواقع بيتاثر جدا جدا. يعني خلينا نقول نحط نفسنا مكان اي مستثمر ناوي يفتتح شركه او مصنع بمليارات الدولارات، هيجي في مكان مهدد ان هو ينفجر او يحصل فيه اي عمليه ارهابيه يعني تؤذي العاملين عنده وتؤذي منشاته، طبعا ده في منتهى يعني الخطوره بالنسبه له. ولكن يعني انا شايف ان احنا ده هدفهم، هدفهم ان احنا نخاف، ولكن انا شايف ان القياده السياسيه والدوله المصريه ماشيه في طريقها بجانب محاربه الارهاب، احنا برضو بنعمل تنميه وبنعمل مشروعات وبنعمل بنيه تحتيه وبنعمل مدن جديده زي العاصمه الاداريه وساكتين، وادينا كنا في اسكندريه وقال في توسعه جغرافيه في اسكندريه ان شاء الله هتتم، سياده الرئيس اكد عليها واحنا في اسكندريه في مؤتمر الشباب. اذا احنا يعني لا نبالي ومش هيهمنا ومش هنخاف، عشان هو هدفهم هو ان احنا نتوقف عن هذه الصحوه وهذه المشروعات اللي احنا هتعود على المواطن المصري ان شاء الله في القريب العاجل بنتائج يعني في حياه افضل، في شكل افضل لاولاده ولمستقبله، يعني ده اللي احنا متوقعينه. واعتقد ان طبعا في تاثير كبير جدا من الامن بيأثر على الاقتصاد، ولكن هناك برضه حاجات اخرى وهي الفساد في بعض المؤسسات البيروقراطية، يعني بعض الحاجات كده حاولنا نعدلها في قانون الاستثمار، وان شاء الله في اللائحة التنفيذية اللي بيتم وضعها حاليا اعتقد انها هتتلافى عيوب كتير جدا كانت بتخوف المستثمر سواء المصري او الاجنبي من الاستثمار وعمل مشروعات. طيب استاذ نايف، خلينا نتكلم مع طبعا الخبير الاقتصادي اللي هو المهندس الحسيني. بتتكلم بنقول ان الاقتصاد ده الزراع التاني مع حضرتك لتحسين معيشة المصريين، فبالتالي لما يكون اون ام يبقى اذا فيه اقتصاد، لما بتكلم يبقى اذا ده الذراع الثاني اللي هو يقدر ننهض مع حضرتك ببلدنا نقدر نبني بلدنا. هل من وجهة نظرك ان الحالة الاقتصادية والمعيشة في الحالة اللي بتمر بها البلاد ده حضرتك يرضي حضرتك الوضع المصريين حاليا، ام انت شايف حضرتك المفترض يبقى في تحسين اكتر من كده، في اقتصاد ينتعش اكتر من كده؟ فمن وجهه نظرك بس يعني هو بأي كلام اخويا ابراهيم بيه، ما فيش اقتصاد من غير امن طبعا، واحنا في الايام دي في فرق كبير قوي عن الفتره اللي فاتت، في فرق كبير جدا جدا عن الفتره اللي فاتت، يعني كل الشعب حاسس بكده ان الامن يعني بترجع تاني الداخليه. ابراهيم بيتكلم على الجيش، طبعا الجيش لما ما فيش هزار معاه طبعا الحالات الارهابيه في المنطقه الشرقيه والغربيه، هو ما فيش هي منطقه شرقيه بس في الغربيه ما فيهاش حاجه خالص، الشرقيه كلها هي مثلا، فالجيش ده حاجه مؤسسه يعني غنيه عن الذكر، يعني احنا كلنا عارفين ايه الجيش وايه بيضحي بايه وتعب وبيتعب ازاي. الداخليه، الداخليه بقى هي جوه جوه البلد، في تحسن، في تحسن في الداخليه، في تحسن بس منتظرين مزيد، مستنيين مزيد، انا عايز منهم المزيد. يعني انا هكلمك مثلا على حاجه يعني لمسها انا كويس جدا، انا يعني في عندك في الساحل الشمالي كره محتاجه امن، اقل قريه فيها مثلا 2000 وحده، الوحده مليون، ما اعرفش تضربها بكام، مليون في 2000 دي كام مليار، الناس بتبتدي تتهجر بسبب طرق برضو من زي الاول، احنا يعني بس احنا بقينا احسن من الاول. الامن يعني برضو محتاج يرجع تاني بكفاءته اللي هي كانت زمان، القوة الصارمة اللي كان بيخلي امين شرطة يعدي يخلص القصة كلها، دلوقتي ما في برضو لسه، بس احنا احسن من السنين اللي فاتت. فبالتالي الاقتصاد كبير. معايا دخلة تليفونية، معايا الدكتور محمد سلطان محافظ اسكندرية، اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكم وضيوفنا الكرام. بنحيي حضرتك يا فندم، كل سنه طيب يا فندم. تحياتي يا فندم لحضرتك من اسكندريه، واهلا بضيوف الكرام كل سنه وانتم طيبين. بحيي حضرتك يا فندم. حضرتك عايزك تطمنا اخر التطورات في موضوع ازاله التعديات على اراضي الدوله. بصوا طبعا الحمد لله اشتغلنا يعني في الفتره اللي سابت الرئيس الحقيقه ادانا دعم كبير جدا في التحرك ضد اي تعديات على الدوله، وحركنا الصوره كويسه جدا الحمد لله، يعني ازلنا نسبه تقريبا 94% من التعديات اللي كانت موجوده على اراضي الدوله في محافظه اسكندريه، الباقي اللي لم نتمكن من ازالته نظرا لوجود يعني وضع يد مستقر ومشروعات شغاله، فده بيتم اجراءات تقنين له، وده ان شاء الله ماشيين فيه، بيتم تقديم الطلبات في الوقت الحالي. وطبعا صدر قانون الحمد لله من مجلس النواب
اليه تقنين وضع اليد المستقر، فاحنا بنشتغل وفق هذا القانون الجديد، ويتم في الوقت الحالي استقبال الطلبات. وباكد مع حضرتك انه الدوله لن تتراجع ولن تتنازل عن استرداد اي اراضي يتم التعدي عليها. ونحن يعني زي تقارب ما ادانا تعليمات يمكن على الهواء السيد المحافظ السيد مدير الامن السيد قائد المنطقه، احنا مسؤولين منطقه عسكريه بنبقى مسؤولين مع بعض فريق عمل واحد عن ازاله اي تعديات، والحمد لله ده بيتم بفريق عمل متناغم وبيتم بصوره جيده. طب معالي المحافظ بالنسبه ايه عايزين نعرف اخر التطورات او اخر وضع او قرارات اللي صدرتها المحافظه في التعديات او البناء على اراضي الزراعيه او المخلفات اللي على اراضي الزراعيه. احنا طبعا اسكندريه عندها مشكله يمكن اكثر من اكثر المحافظات، مشكله بناء المخالف او بناء من طرفيف خاصه في قطاعات او في بعض المناطق الزراعيه اللي بيتم فيها البناء بالمخالفه للقانون. طبعا حضرتك ازالات وحضرتك ازاله مستمره دلوقتي متواصلين مع لجنه التنميه المحليه ولجنه الاسكان في مجلس الشعب وزاره الاسكان وزاره التنميه المحليه لمساعدتها تجديد العقوبات على كل المخالفين، واعتبار كل من يشارك في البناء المخالف يتم تجريمه لانه بصوره او اخرى بيخالف القانون. وايضا بطرحنا افكار لتنظيم تداول مواد البناء واقتصاد حي تشجيع، وايضا طرحنا بعض التعديلات في قانون البناء التي تسمح بسهوله اتخاذ التراخيص وحتى لا يؤدي الاشتراطات الصعبه في الى رجول المواطن الى البناء بدون ترخيص. كل ده حقيقه نظرناه في لجنه الانسان ولجنه التنميه المحليه، وان شاء الله بيتم الاعداد بصوره جيده في الفتره القادمه لاصدار بعض القرارات التشريعيه اللي هتحد ان شاء الله من هذه الموضوع. الحاجه الثانيه المهمه قوي انه احنا عرضنا على لجنه التخطيط العمراني وتم عمل بروفيسور انه لابد من عمل اتساع عمراني لمحافظه اسكندريه بصوره تسمح بالتمدد العمراني المخطط. والحمد لله يعني زي ده اعتماد المخطط العمراني الجديد، وده يسمح بدلال عمراني ونمو عمراني مخطط ويقلل طبعا في المخالفه. طب معالي المحافظ عايزك تطمنا بقى على محافظه اسكندريه، طبعا انت عارف اهالينا كلها بتصيف في محافظه اسكندريه، فعايزك تطمنا على الوضع الموجود هناك والامن والامان والسياحه او الشواطئ تامينها ازاي، او الوضع الاستقرار اللي في محافظه اسكندريه من خلال توليك حضرتك هناك. نشهد ان حضرتك بتعمل بشغل جيد على ارض الواقع، فارجو بس حضرتك تطمنا وتطمن السادة المشاهدين ان فعلا اسكندريه يعني مش زي السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها. اطمن حضرتك واطمن المشاهدين، اولا بنرحب بوجود الاسكندريه في فصل الصيف. احنا الاسكندريه بتجيب 2 مواطن اثناء فتره الصيف. انا عايز اطمنك على يعني انا بحيي طبعا القيادات الامنيه وحيي القيادات العسكريه القوات المسلحه المنطقه الشرعيه العسكريه في مجهود امني وكبير بيتم في المحافظه. انا عايز اقول لك ان احنا استقبلنا مؤتمر الشباب، عندنا الثوره العربيه دوره تاثير عربيه بتتم عندنا في برج العرب وبتتم عندنا في استاد اسكندريه لاول مره. النهارده كان عندنا ماتش قبل النهائي وجمهور عندنا طبعا كم مؤتمر الشباب وكم في محافظه الاسكندريه بالعيد القومي على الشواطئ وفي الميادين العامه. احنا بنطمن حضرتك على الامن، هناك تواجد امني تواجد مروري بصوره مكثفه. احنا دخلنا طبعا خدمه المواطنين، بنتمنى المواطنين يساعدونا في سهوله الحركه المروريه، عدم الوقوف في الاماكن المخالفه، ايضا الابلاغ عن اي اشياء مخالفه او اشياء يكون فيها شك او شيء من هذا القبيل، حتى لو فيها التواجد وازاله اي شكوك او اي مشاكل يمكن ان تواجه المواطنين. لكن بفضل حضرتك وبرحب بكل الزائرين الخاص بالاسكندريه. طبعا احنا بنشكر حضرتك سياده المحافظ على مجهوداتك اللي المفترض كلنا نشهدها على ارض الواقع، بس انا في نقطه مهمه سياده المحافظ برضو عشان برضو نعرف برضو سيد المشاهدين ان بالفعل ان محافظه الاسكندريه ان حضرتك بالفعل عملت مشاريع اللي هي تدوير الكمامه على اساس بتعمل نظافه بشكل جيد لمحافظه اسكندريه، هل بالفعل ده تم بالفعل؟ انا انت حضرتك لسه جايلك في الحلقه القادمه. اولا انا غير راضي حتى الان عن مستوى النظافه ومستوى منظومه النظافه في المحافظه حتى الان، لكن احنا بنعمل
يعني بنعمل بكذا محور لتحسين المنظومه بصوره جيده، لانه طبعا انت عارف الاسكندريه يعني بتطلع تقريبا 5000 طن مخلفات يوميا، وفي الصيف هذه الكميه بتزيد بتوصل ل 7000، وده عدد كبير جدا. ما عندناش اماكن داخل المحافظه، بنضطر نبعد بره المحافظه لمده 60 كيلو عشان نقدر ننقل هذه المخلفات، وده عدد كبير جدا. الحقيقه محتاج مبادرات من المواطنين، محتاج تعاون وزياده وعي من المواطنين، لان الحمل هذا فقير وكبير للغايه. لكن بنفكر في محاور اخرى زي ما حضرتك يعني اثرت، انه وزاره التربيه المحليه مع لجنه التربيه المحليه مع وزاره البيئه بيفكروا في انشاء شركه قابضه لاداره منظومه النظافه، بحيث تحولها من يعني منظومه خدميه الى منظومه اقتصاديه، ويتم الاستفاده من هذه المخلفات بصوره جيده، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات وانتاج الكهرباء من هذه المصانع. كل هذه المحاور مهمه جدا بنشتغل فيها مع وزاره التنميه المحليه ووزاره البيئه لعمل منظومه متكامله للنظافه. واحنا بنشتغل في اسكندريه بقى على مستوى ان احنا بنستخدم وحدات، ما في تعارف بيننا وبين الاهالي وبين المواطنين، بنحاول نزود معدلات الرفع دائما من الشوارع عشان توصل اسكندريه للمظهر اللائق ده امام المواطنين. طب يا معالي المحافظ، احنا معايا ضيوفنا اللي موجودين معانا حضرتك في الاستوديو النهارده، معايا سياده النائب ابراهيم عبد الوهاب عن دايره اول منتزه اسكندريه، ومعايا المهندس الحسيني الكارم. فعايز المهندس الحسيني الكارم عايز يوجه لحضرتك سؤال، اتفضل. بحب اسلم على معاليك يا معالي المحافظ، وفعلا انا باكد كلام حضرتك، فعلا في تحسن في الامن وفي مجهود وضوح واضح. انا عن نفسي شايفه السنه دي مختلف تماما عن السنه اللي فاتت واللي قبليها. بالنسبه لاسم برج العرب والعمريه، انا شايف فيه تحسن جامد جدا، ربنا رزقنا يعني بظباط اكفاء فعلا في البرج العرب، في تحسن فعلا. وفعلا الاستاد برج استاد القوات الجويه في البرج العرب كان فيه دورات، وفي الاسكندريه في المؤتمر بتاع الرئيس، مؤتمر الشباب والعيد القومي للاسكندريه، كل ده ما حسيناش فيه خالص. بالمنظومه الامنيه اختلت، المنظومه الامنيه كويسه جدا، بس لنا رجاء عندك. احنا كسكان او ملاك او مستثمرين في الساحل الشمالي من اول كرير لغايه يعني طريق ضلمه يا معالي المحافظ، هل في خطه لادارته العويد اللي هو في خطه ليها او السنه دي او طبعا يا استاذ النائب تحياتي لحضرتك، وانا بشكرك. احنا خلاص تم التعاقد مع الهيئه العربيه للتصنيع لاناره الطريق، التكلفه 17 مليون، ودفعنا 50% وشغالين ان شاء الله، وان شاء الله يعني خلال الشهرين القادمين هيتم اناره الطريق الصيف الجاي ان شاء الله. سياده الطريق هتنور، واحنا بنعتذر على التاخير، لان احنا طبعا كنا منتظرين لانهاء اعمال الرصد، وطبعا انت عارف برضه التمويل المالي احيانا بيتاخر شويه، فمجرد الخطه الجديده ابتدت معانا عملنا التعاقد مع الهيئه العربيه للتصنيع. اشكرك يا معالي الاستاذ. سياده المحافظ، معايا سياده النائب ابراهيم عايز يكلم حضرتك سؤال، اتفضل. مساء الخير يا سياده المحافظ، معاك ابراهيم عبد الوهاب نائب المنتزه اول في اسكندريه يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. في الحقيقه لازم اشهد يعني بالتعاون حضرتك مع الساده النواب، وفي الحقيقه كان في اجتماع قريب جدا مع كل المسؤولين التنفيذيين في المحافظه، وده التعاون ان شاء الله هيثمر نتائج كويسه في يعني لمصلحه المواطن السكندري باذن الله. في جزء بس حضرتك اتكلمت عنه خاص بتدوير القمامه، وانا كنت يعني بقالي اكتر من سنتين بقول ان هناك بعض الشركات الاجنبيه وهناك بعض الدول تريد ان تساعدنا او تقدم لنا الخدمه، ان يكون هناك شركات لتدوير القمامه اجنبيه يتم التعاقد معها لكي تقوم بهذه الاعمال، و يعني انتاج الطاقة وتوفير العديد من الاموال اللي بتهدر في هذا المجال. فانا اتمنى ان شاء الله ان احنا يكون في اجتماع يعني قادم خاص بهذا الملف، ونتمنى ان شاء الله نتعاون فيه باذن الله مع بعض. هو طبعا انا بكمل على كلام حضرتك وباكد عليه واهميته، وانا بقول لحضرتك انه الهدف من انشاء الكيان الجديد ده هو سهولة التعامل مع الكيانات الاجنبية زي ما بتقول، او الكيانات الاستثمارية. وقانون الاستثمار الجديد بيتيح تسهيلات كثيره جدا وتشجيع للمستثمرين للاستثمار في هذا المجال خصيصا. واحنا حريصين على كده، وكان طبعا بتقابلنا بعض المعوقات اللي كانت موجوده في مواد قانونيه بيصعب يعني التنازل عنها او توفير اراضي لهذه المصانع. لكن ان شاء الله بيتم بصوره عاجله الان،
ان احنا نجد يعني فرص تبقى سهله، لانه انا وحضرتك متفقين ان هو ده المستقبل الحقيقي للاستثمار في هذا المجال ان شاء الله. طبعا معانا حافظ، احنا طبعا بنشهد حضرتك الكفاءه العاليه، بدليل طبعا ان المؤتمر الشباب اللي تم في محافظه اسكندريه تحت طبعا اشراف حضرتك، فكنا عايزين حضرتك نعرف اهم القرارات واهم التوصيات اللي طلعت بها المؤتمر الشباب من خلال هذا المؤتمر من خلال محافظه اسكندريه. هو طبعا احنا في ساعتنا كل اهل اسكندريه وكل القيادات التنفيذيه وظروفنا طبعا دي مؤتمر الشباب داخل محافظه اسكندريه، ومؤتمر الحقيقه كان بيحتلها عديد الحوارات الهادفه، رؤيه 2032 ورؤيه والرؤيه وكيفيه الرؤيه المستقبليه للمحافظات المختلفه، رؤيه التنميه واطاقه التنميه في المحافظات، ايضا المشروع القومي للمعلومات والبيانات، العديد من التحول والاصلاح الاقتصادي الذي تم في الفتره السابقه، موضوعات حاده وضخمه جدا، الحمد لله تم منصتها بصوره جميله جدا، وخبراء كانوا متميزين، المؤتمر كان فيه حاويه غير عاديه وافضل نتائج وحقائق، يعني كل الشباب في الاسكندريه وفي المحافظات الجده كانوا سعداء جدا بيه. الحاجه الثانيه المهمه جدا الحقيقه انه توصيات السيد الرئيس في المؤتمر كانت توصيات تلمس المواطن يعني في كل المحافظات، ولقت استحسان كبير جدا من كل المواطنين، الحقيقه ساعدنا بيها احنا في اسكندريه الحقيقه مستوى اسكندريه السيد الرئيس يعني اعطانا دفعه كبيره جدا في التنميه، منها طبعا زياده الحيز الرمادي 15000 فدان، منها استكمال حمص المحطه العشوائيه ل 7500 وحده، منها المحاور القوميه الهامه جدا اللي اسكندريه كلها كانت تحلم بيها اللي هو محور المحموديه وتطوير قطار ابو قير وبدء الهبوط عقب وتطوير سلام النهر، يعني الحقيقه كانت التوصيات بتشمل العديد من المحاور وبتلمس احتياج المواطن الحقيقي، والحمد لله ان هي هذه التوصيات صدرت من السيد الرئيس، واحنا عملنا فريق عمل اشتغل في هذه التوصيات مع القوات المسلحه ومنتهى الصناعه العسكريه ومع الجامعات الاسكندريه، بحيث ننهي الاعمال الاسكندريه لهذه التوصيات لبدء العمل وتنفيذها ان شاء الله. طبعا معالي المحافظ احنا بنشكر حضرتك على توضيح هذه المعلومات الهامه، وطبعا بنشكر على ان حضرتك انت قدير على ان انت حضرتك بتدير محافظه اسكندريه بشكل جيد وبشكل محترم، وليك استراتيجيه وخطه منهجه، فده حضرتك بنشهد لها وعلى ارض الواقع، وليس احنا بنتكلم بشكل مجامله او بنتزايد عن حد، لا احنا بنعرض الحقائق على ارض الواقع بشكل جيد. اشكر الدكتور محمد سلطان محافظ اسكندريه، اشكر فندم حضرتك على اتصالك. طبعا باشمهندس زي ما انت عارف حضرتك ان اسكندريه دي عروسه تمام فبالتالي احنا بنتكلم عن ان احنا تمتاز طبعا بال بال بالشواطئ بتاعتها، ده ودي حضاره ودي تاريخ موجود، فبالفعل طبعا لازم نكون اللي بيدير هذا المحافظه يكون على قدره وعلى كفاءه عاليه وعلى استراتيجيه واضحه انه يقدر ينفذ المناهج المفترض تنفذ كمحافظه بالتاريخ دوت والحضاره ديت. فبالتالي انت شايف حضرتك هل الاقتصاد في محافظه اسكندريه كمشاريع صناعيه ام حضرتك مشاريع سياحيه؟ لان طبعا محافظه اسكندريه مفتوحه يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني على اتجاهات على مستوى العالم كله. الاثنين يا مصطفى بيه اقتصاديه الصناعيه وسياحيه. انا كنت انا والنائب ابراهيم كنا سافرنا رحنا زرنا المخيمات واللاجئين في سوريا ولبنان، فكان معانا ناس لبنانيين فوريتهم الصور بتاعت الساحل الشمالي واسكندريه انا وابراهيم. تصدق ان هم جم مصر قعدوا معانا، سابوا الغردقه وجم قعدوا معانا في الساحل الشمالي من نظافه الميه او شكل الميه وشكل الشط. فاحنا ممكن نستغل المنظر، يعني لبنانيين جايين مصر يعني شافوا منظر الصور بس بتاعت انا وابراهيم بتاعت الساحل الشمالي واسكندريه، جم قعدوا معانا اسبوع، او كنت انا وابراهيم قاعدين مع بعض، يعني احنا رايحين هم يعني الناس بتقول لك بيروت لبنان، لا ده هم جم هنا، واخد بال حضرتك؟ ان انت نجاح اي مشروع اساسا يا مصطفى احنا الحقيقه النهارده الامن، اي مشروع حتى لو كشك لازم ينجح من الامن، عندك امن معي. امن داخليه كشرطه ولازم يكون متواجد بصفته اللي هي زمان، احنا كنا متعودين عليها من زمان واحنا بنقول نبتدي نتحرك بيها، وزي ما كنت لسه بقول في امن اقتصادي. ايه الامن الاقتصادي ده؟ حاجتين، انت عندك كل يوم والتاني سعر البضاعه بتتغير. انت بتشتري حاجه النهارده تيجي تبيعها بكره
لا تيجي تبيعها النهارده بسعر امبارح انت طب هتبيعها ازاي؟ واخد بال حضرتك؟ ده عندك النقل، انت بتيجي البضاعه بتيجي تنقل لك، عندك الاسعار بتاعت احنا كنا اتكلمنا عن اسعار المحروقات كلها اثرت على سعر النقل، المرور نفسه كمان. طب ما هو المرور تبع الداخليه تبع الوزاره تبع الشرطه، المرور نفسه انت عندك المرور يعني العربيه اللي بتنزل توزع اي شركه، اي مستثمر بيجيب مصنع عمل شركه بيطلع منتج يسوقه، انا بطلع العربيه دي توزع المفروض عندي 20 عميل في الحاله اللي احنا فيها بتاعت المرور، كويس قوي لو اوزع 10 ما تكلفه العربيه واحده، لا هتوزع 20 هتوزع 10، اذا انا عملت اوفر عليها تاني عملت تكلفه زياده على النقل. وبجانب ان احنا قلنا برضو ان بالنسبه للميكانيك الموتور اللي بيبقى ماشي في الطريق ماشي معاه غير لما يكون ماشي بشويش بياكل بنزين زياده، فدي كلها عندك امن اقتصادي وامن داخليه، فامن اللي هو الامن السياسي، فلو الاثنين انت لو عندك كشك مش هينجح لما يكون عندك الاثنين دول. انت كل التجار عندك النهارده يبيع لك تاجر الجمله او المنتج يبيع لك دي النهارده ب 100 يجي لك بكره بقت 110، ايه السبب؟ ما اعرفش. طب معايا مداخله، معايا احمد يوسف من الدقهليه. ايوه السلام عليكم يا باشمهندس مصطفى. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ايوه مع حضرتك. اتفضل يا فندم. والله احنا لينا شكوى واستغاثه مباشره لسياده رئيس الجمهوريه. اتفضل. لا بدون اي شيء. احنا بنشتكي لسياده الرئيس جميع القيادات التنفيذيه في الدقهليه. ليه يا فندم بنشتكي القيادات التنفيذيه في الدقهليه ليه؟ احنا بقالنا اكتر من 5 6 سنين بنجري على موضوع صرف، بنجري على موضوع مدرسه، بنجري على موضوع مسجد، نجري على موضوع كهربي، احنا مش عايشين نهائي احنا مش عايشين يا فندم. تاني حته في الدقهليه بس. عزت على عبد الرحمن والترعه الجديده تبع مله النصر الدقهليه. اعمل قريه على عبد الرحمن، عزت على عبد الرحمن والترعه الجديده. علي عبد الرحمن والترعه الجديده محافظ الدقهليه. محافظ الدقهليه السابع حسام الدين امام قال في مشكلتنا دي من سنتين ما بشتغلش عند حد، وخد الموضوع شخصي لما طلعنا في الاعلام يا فندم. تمام. وما عملناش اي حاجه. لحد دلوقتي ما عملناش اي حاجه. احنا بنشتكي لسياده الرئيس ليه؟ لما نبقى متبرعين بارض المدرسه وما تتعملش، لما نبقى متبرعين بارض قالوا لازم ارض الموضوع صرف صحي يخدم العزبتين، وجدنا الارض من مجهودنا احنا. ولحد دلوقتي ما فيش حاجه اتنفذت. نهائي. وبنتصل وبنجري وبنروح انا يا فندم قابلت المهندس ابراهيم محلب في الدقهليه في زيارته في الدقهليه من سنتين ولحد النهارده برضه ما اتعملش حاجه. معانا ورق باسفلت كيلو ونص بقالنا 15 سنه معانا الورق ده وهم مش راضيين يكملوا الاسفلت. وفين سد النيل عن الدايره يا استاذ احمد؟ وفين سد النيل عن الدايره دي؟ يا فندم النائب ما بيعملناش حاجه. يعني انا مش عارف مش ناقص مواد ولا ايه دي؟ والله ما بيعملوا لنا حاجه، احنا بنتكلم ان هم بيعملوا لنا حاجه، رحنا لهم مليون مره، رحنا للاثنين اللي احنا تابعين لهم يا باشمهندس مصطفى مليون مره. لا الاستاذ عمال ترابي عملت لنا حاجه ولا محمود نبيل عمل لنا حاجه. هقول لسيادتك على موقف بسيط. لما يكون فيه مواطن شاب عمره 25 سنه بقاله سنتين ونص 3 سنين بيجري في جامعه مستشفى الجامعه في المنصوره عشان يعمل عمليه مفصل. ودفع فلوس ولسه في عز شبابه. عشان يعمل عمليه، يا اما المستشفى مستنياه عشان يموت وترتاح منه، يا اما ما فيش لازم وقت يا باشمهندس. يعني لازم المشكله دلوقتي عشان بس الوقت بتاعنا الاستاذ امام ما بيقولش العضو مجلس الشعب يا فندم، انت بتقول العضو راح من عضو راح لسياده النقبه ما عملتلوش حاجه ادت له كرتونه رمضان. تخيل كده اما اكون شاب بيجري عشان عايز يعمل عمليه وعمل لها ورق وعمل للمستشفى ورق بقاله 3 سنين وهي اللي تديله كرتونة رمضان يا فندم. هذا النائب بتاعنا، ما عملناش مثقال ذرة. هو عمال بس عشان سيادة النائب مش موجود أو أي حد مش موجود معانا ما ينفعش إن إحنا طبعًا نقول إن هو مقصرين. أنا بل أنا 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 على الأرض على دماغي. إحنا بنحترم أولًا دلوقتي يا أستاذ أحمد عشان بس وقتنا حضرتك تليفونك هتسيبه في الإعداد. وهنسق مع حضرتك على اساس ننزل برضه نصور على ارض الواقع وبرضه نشوف النواب ونشوف القيادات التنفيذيه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت ونطرح المشكله بشكل اوضح على اساس نشوف القصور هل فعلا من القيادات التنفيذيه ام الامكانيات اما امكانيات الدوله لا تسمح في الوقت الحالي ان احنا نعمل صف صحي او مستشفى.
انا طبعا اشكر احمد يوسف دالية، ارجو الاعداد بس ياخد التليفون عشان ننسق معاه. انا عايز اقول حاجة يعني طبعا استاذ احمد يوسف من الدهلية عنده حق، احنا عدد عزب وعدد قرى عدد كبير جدا ما فيهاش اي خدمات، ما فيهاش اي صرف، وده الحكومة عارفة ده كويس، ووزير الاسكان قال ده في مؤتمر الشباب في اسكندرية، قال ان احنا عندنا عدد كبير جدا يعني بنتطلع ان احنا نوصل ل20% ان هو يدخل الصرف في هذا العام. اذا هيكون في 80% منهم لسه ما دخلوش الصرف. ليه؟ قال لك الميزانية محتاجة كام مليار جنيه عشان نقدر ندخل الصرف في كل المنطقة. ولكن المشكلة في جدول زمني بس. طبعا امكانيات صعبة جدا، هو طاقة الكنادة التنفيذية والنواب وحتة المدارس، فعلا في بيروقراطية رهيبة. طب انا هو الراجل الاستاذ احمد يوسف ما عرفش ياخد موافقة على انشاء مدرسة ارض متبرعين بيها، وانا نفس الحكاية عندي في الطواير في عزبة خرشد في دائرة المنتزه اول، ناس اتبرعت بارض، واحنا بنسعى من خلال وزاره التربيه والتعليم وهيئه الابناء التعليميه تبعتنا، وبعدين الزراعه تقول لنا لا الارض دي زراعيه فاذا لازم تاخد موافقه، جبنا الموافقه من وزاره الزراعه، فاضل لنا بقى التنفيذ الفعلي كل ده التعليميه اللي هي تنفذ بالظبط كده. احنا خدنا خلاص الحمد لله يعني استلمت موافقه من وزاره الزراعه بانشاء المدرسه في عزبه الطوير عشان منطقه كامله ما فيهاش مدرسه ثانوي بنات واحده، يعني البنات لحد اعدادي بعد كده ما عندهمش اي فرصه اصلا للتعليم. الوزاره مصلحه الموضوع النفع العام يعني طبعا في نفع عام، فده ما فيش اي اعتراض فيه في الحمايه. طب يا ست النبي احنا خلينا نتكلم كمحافظه اسكندريه، وانت من ابناء محافظه اسكندريه ونائب عن دايره اول منتزه، فالمفترض طبعا ان ديت لها تاريخ وحضاره، مش اسكندريه كمحافظه لسه من محافظات جديده زي 6 اكتوبر مثلا كانوا يعملوها محافظه ما حديثه، لا دي لها تاريخ. تمام حضرتك، انت شايف حضرتك الابراج اللي بتتم بناها عشوائيه مع حضرتك دي مخالفه، وكل مثلا فتره نسمع ان برج وقع برج مال طبعًا. هل ده حضرتك قصور من القيادات التنفيذيه بالفعل، ام انت حضرتك ده بيتم بناء عشوائي غير ما حد يعرف؟ فطبعا يعني انا في علامات استفهام كتير فما حدش هيقدر يوضحها لنا. لا انا طبعا شايف ده ولمسه بنفسي. هي يعني انت من دايره ومن اسكندريه فمدرك وملم بهذه الوقائع اللي بتتم على ارض الواقع. بالظبط، ظاهره سيئه جدا، منظومه كلها فيها مشكله. طبعا هي خلينا نقول احنا بنقعد مع المقاول وبنقعد مع الموظف الحي او المهندس الحي وبنقعد مع المواطن العادي، فبنسمع كل الاراء. المقاول بيقول لي انا بشتري الارض غاليه جدا والتراخيص بتاعتكم والقوانين بتديني مساحه، لو بعت الشقه باي سعر برضه مش هتغطي معايا مصاريف البناء ومصاريف الارض اللي انا شاريها في هذه المنطقه، فلازم اخالف جزء. يجي بتاع الحي يقول لي طب انا هنزل فين ولا فين وهدور فين ولا هشوف، انت شايف طبعا كم العمارات وكم الهائل، وهنعرف مين المخالف ازاي. ثانيا هو اصلا بيتكلم وهو مرتبه ضعيف جدا، فحالته النفسيه ما تخليهوش تستدعي ان هو يعرف يشتغل بجديه وباهتمام عشان عنده مشاكل في الاسره وفي البيت. فخليني انا بتكلم بمنتهى الصراحه. يجي بقى المواطن طبعا كل ده بيجي بقى على البنيه التحتيه وعلى الصرف وعلى كل البتاع، بيجي على خطوره حدوث انهيارات للعقارات. الحل زي ما سياده المحافظه لسه قايل قانون البناء الجديد اللي بيتم مناقشته في لجنه الاسكان في مجلس النواب الحالي، يكون هو التخطيط العمراني بالظبط، يعني مواصفات معينه على مساحات معينه بين عماره وعماره، مساحه معينه بناء على ارتفاع معين، الامطار اللي بينه وبين العماره هو يبني ايه الادوار بتاعته بالظبط. وايضا يكون في متابعه من الحي لكل عقار، ويكون في مهندس استشاري متخصص موجود بيتابع اعمال البناء، فبالتالي لما المواطن يجد يعني او المقاول او ان كان يجد ان هناك يعني في سهوله في اجراء التراخيص، مش هيضطر يدفع يعني رشاوي او يدفع حاجه عشان يعدي اموره، لا لو في اجراءات سليمه بياخد حقه منضبط من الجهات الحكوميه، يبقى اذا الامور هتمشي مظبوطه. احنا شايفين ان احنا ما ينفعش نسيب العقارات دلوقتي بالشكل ده، لازم يكون في يعني ايه خطوه جريئه جدا، ننزل نشوف كل العقارات الخطر فيها يتم هدمه مباشره عشان دي حياه ناس ومسؤوليه. ليه احنا ليه النائب يعني انا حضرتك دي ما بنحشي الخطر قبل القوه؟ لا مفروض لو يعني ليه انا بسيب الخطر يكبر 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 مع حضرتك، وبعدين في الاخر نيجي
نصلح الخطر وبيسبب لي خسائر طبعا، بيسبب لي اضرار حضرتك، ونرجع تاني نقول انتوا كنتوا فين؟ لا مظبوط صح، هي الاول في المتابعه من هل مبقاش في ادارات اللي هي بتبقى بنسميها في اسماء ادارات منع الكوارث او حدوث الكوارث؟ المفروض مش مفترض تبقى موجوده، المفروض طبعا احدى المحافظات. ونتمنى بقى من التطوير بقى يعني اللي بيحصل في البلد ده ان يكون في فعلا منظومه يعني منظمه. دخل سريع عشان بس التليفونات باين عليها، شرف تتكلم معاك. معايا الحاج عبد النبي شاهين من الويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مصطفى بيه؟ الله يسلمك يا حاج عبد النبي، اتفضل معايا. انت عامل ايه يا مصطفى بيه؟ كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، اتفضل. سعادتك انت عارف قريه اتحادنا طبعا المجاري بتاعتنا، سعادتك وقفت لنا فيها وسعادتك المجاري طبعا احنا كنا بنحس في الاصل سعادتك قلت لنا عليها. هتتهم المحافظ الغلط علينا ولحد وقتنا هذا بقى سنه ونص دلوقتي ما حدش شايف فينا في اي حاجه خالص. وعندنا مواد حميه جوفيه هنا تحقق امتحان طبعا حاله كانت اتحادنا. تمام. فسعادتك دلوقتي عندنا مواد حميه جوفيه وانا عندي اربع بيوت هنا تحقق معدلين وخمس قطر هنا يعني اقول لك هتفوق كل بيوت وهتفوقهم في اي وقت. والله يا حاج عبد النبي احنا طبعا كان معانا الست الناب بريم بيتكلم عن ان طبعا بالفعل ان كصرف صحي طبعا صرح وزير الاسكان قال ان 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 للاسف الشديد ان الموارد الماليه بتاعه الدوله ضعيفه جدا، فمش مفيش امكانيه ان احنا نقدر نعمل بنيه تحتيه كصرف صحي مع حضرتك في جميع القرى او العزب. فاحنا بيقول لك لو السنه دي عملنا مثلا بنسبه 20% ده يبقى انجاز، لو احنا كل سنه هنعمل كده يبقى ان شاء الله باذن الله هنيجي على فتره زمنيه معينه 10 سنين او 5 سنين هننتهي من هذه الازمه اللي احنا كلنا بنعاني منها. فان شاء الله بس محتاجه شويه صبر يا حاج ابراهيم. حاج عبد النبي؟ اه يا باشا. طب يا حاج عبد النبي ان شاء الله يعني اصبر علينا ان شاء الله كل الكلام ده محطوط في الخطه تمام حضرتك، وباذن الله كل ده هيتم تنفيذه. طب وانت عندك النواب اخبارهم ايه؟ النواب عندي سعادتك كلهم كلهم بطولة وبقول يا عم النواب بقى شغاله و10 على 10 مين قال الكلام ده؟ انا ما بقولش فيهم حاجه بس النواب بتاعنا على اول حاجه سعادتك ابتدينا تلاقي النتيجه. لا شغالين بس طبعا انت عارف امكانيات الدوله ما بتسمحش طبعا في الوقت الحالي، فمحتاجه بس صبر بس لحد ما البلد تقف على رجليها وان شاء الله باذن الله هتعمل كل اللي احنا عاوزينه كبنيه تحتيه. يعني اتحادك هم قالوا على قطعه اتحادك اللي هم الصرف الصحي حتى في الرفع وعملناها اشتريناها على حسابنا. فاعطانا من ربنا يعني لتحتك يعني ايه؟ نعشم من ربنا لتحتك يعني عشمنا بعصب بس. لا ان شاء الله باذن الله هيتعمل بس ان شاء الله بس يعني ايه عايزين صبر بس على البلد عايزين صبر بس على البلد وعلى الدوله ان شاء الله في الايام اللي قادمه ان شاء الله كل حاجه هتتعمل. طبعا اشكر الحاج عبد النبي شهيد من محافظه الالوبيه. طبعا زي ما انت شايف مش عايزين نلوم على النواب كتير قوي. ايه النواب ما نقص عليهم قوي يعني مش عشان لا، النايب بيساعده زي ما احنا قلنا قبل كده مع مجلس محلي ومجلس محافظه، احنا لغايه دلوقتي مفيش محليات حصلوا. يعني نقولها تاني يعني ابراهيم المفروض يكون مع انا قلت 80 مش هقول 100 او مجلس محلي ومحافظه، هم اللي بيعملوا الشبكه عشان توصل لابراهيم وزميله يظبطوا الدنيا. يعني هو برضو يعني مش عايزين نقص عليه، في ممكن ما في متقاعسين نجحوا ودخلوا مجلس النواب خلاص، بس في ناس شغاله بس هي امكانياتهم يعني هو يعني بيقول لك يشتغل انه انا هقول ب 80 واحد. انا ارجع اقول موضوع المخالفات في اسكندريه او في مصر عامه، بس انا كنت لسه كنت بتكلم مع ابراهيم في مخالفات في اسكندريه، انا عندي مخالفات هديها له هيديها للدكتور محمود. الناس زي ما ابراهيم بيقول بيلموا مع بعضهم ويعملوا جمعيه ويروحوا طالعين بيها عماره، بقول مخالف تميل تيجي كده تقع كده مفيش مشكله خالص فيها. القصه كلها المهم هو يبيع وخلاص، هي مش موضوع كمان اللي هو يكسب كام ولا بيبيع، هو عايز يبيع اقصى يدخل اقصى حاجه في جيبه من غير تخطيط. تمد ايدك توصل للبلكونه اللي في وشك مفيش مشكله، البلكونتين في وش بعض
ده موجود كده اهوت في على سبيل يعني ابراهيم ياخدهم بعد الحلقه. فدي القصه كده اهوت. المواقبه ما انت قالها في النص، الموظف بياخد كام؟ الموظف انا مش طبعا بشجع ان هو ياخد عشان يعدي، لا ده بالعكس، ده هو ممكن يحلف لك بالطلاق ان انا لو اخدت الشقه دي ب 50,000 جنيه ويدفع، ان هو دفع فيها فلوس مثلا 200,000 دفع فيها 30,000 بس عشان يحلف بالطلاق ان هو ايه خدها ودفع فيها فلوس. انا يعني كنت قلت زمان في قبل كده دوت في مره في يعني الابراج اللي خلفت خلاص وطلعت ونعمل لجنه نشوفها بقت سليمه. اللجنه دي ترجع للهيئه الهندسيه للقوات المسلحه تشوفها. والفلوس دي انا وهدفع فروق انا شاوي او هدفع حاجه من تخش الهيئه الهندسيه وتطلع وخلاص اقابله الكلام دوت بدل ما يجي على رئيس حي او فلان او فلان او فلان. الفلوس تخش خزنه الدوله تتصرف على اولادي واولادك، والجيش هو اللي ياخد الفلوس دي ويديله الموافقه بعد ما يروح الاستشاري ويجيبها ويقول البرج ده او العماره دي مطابقه وامنه على الملاك، بيع وادفع كذا. فانا سمعت النائب المفترض الحاجات دي في مجلس النواب هتعمل بقى قوانين ويتم مناقشتها دي حقيقه دي بتظهر على ارض الواقع ولا هو لا تناقش في لجنه الاسكان؟ لا فعلا موجوده في لجنه الاسكان الموضوع بيناقش فعلا لتقييم اوضاع العقارات المخالفه وتخش لها هندسيه لازم تكون لا يعني لسه بقى ما وصلوش بالظبط تحديدا ايه اللي هيتم، ولكن هي مناقشات اعتقد يعني ان هم هيوصلوا خلي بالك الاسكندريه دي تعتبر يعني رقم واحد على مستوى العالم اعتقد، ونتمنى ان شاء الله انها ترجع لرونقها ان شاء الله ويتصلح ده. معذرتك نقول يعني كل اسبوع ميت بس الرئيس لو حضرتك تاخد بالك قال حاجه مهمه جدا في مؤتمر الشباب في اسكندريه، قال ايه؟ لسه كمان المحافظ قايلها، قال توسيع الرقعه الجغرافيه. احنا كانت مشكلتنا الزياده بنعمل افقي راس راس، احنا بقى عايزين نوسع افقي ناخد بقى الصحراء الكتير دي. احنا يعني هي المشكله دي في مصر ككل يعني مش في اسكندريه بس، ولكن لو كل محافظه اهتمت بانها توسع الرقعه الجغرافيه اللي هي عليها اعتقد ان احنا هنحل مشكله بتاعت المخالفات البناء، وهيكون يعني ده مجال للتنميه والتقدم على مجال التوسيع. طب يعني احنا بنتكلم على المشاريع القوميه اللي المفترض بيعملها وبتنفذ على ارض الواقع من خلال القياده السياسيه بيمثلها رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي اللي بتتم فعلا على ارض الواقع. هل فعلا المشاريع دي بتتم بنجاح في ظل وجود ارهاب مع حضرتك، او انت شايف ده هياثر على المشاريع القوميه اللي بتقام على ارض الواقع حاليا وحضرتك ومصر بيها القياده السياسيه اللي تنفذها على ارض الواقع؟ هل ده حضرتك بالفعل هيتم تنفيذه بشكل قوي في المرحله القادمه ويصدق ويطلع للنور في خلال فتره قليله، ولا انت شايف ان لا يعني انا عندي ثقه كامله عدم لا انا عندي ثقه كامله مش بس في القياده السياسيه، يعني ثقه كامله في ان الشعب المصري قرر ان هو يتغير ويكون افضل. فكل حد مسؤول في الدوله او كل واحد بيعمل في هذه الدوله اكيد هيجتهد على قد ما يقدر ان المستقبل لاولاده والاحفاد والاجيال القادمه تكون افضل بكثير من الحاضر اللي احنا بنعيشه اللي احنا كلنا بنعاني فيه. فبالتالي اعتقد ان احنا لا قادرين على تنفيذ الخطه القياده السياسيه والرؤيه 2030 اللي طرحت من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من الشباب مقتنع ومتحمس جدا ان احنا لدينا اخيرا لدينا رؤيه طويله الاجل وهنشتغل عليها وهتؤدي بينا لنتائج رائعه. وايا كان اللي موجود مفروض ان كل اتجاه الدوله يتحرك في نحو اتجاه تحقيق التنميه المستدامه في 2030. فاعتقد ان من ضمنها طبعا هذه المشروعات القوميه، واعتقد ان احنا يعني باذن الله الارهاب مش هيوقفنا، بالعكس يعني ده بيدينا زياده اصرار ان احنا لا في حد بيواجهنا ولازم نحقق نجاح. طب سياده النائب التساؤلات اللي بتتم وبتتردد في الشارع وكل مواطن وكل مصري بشكل واضح مش في محافظه معينه او في مركز معين، لا في كل المحافظات، ان المفترض مجلس النواب المفترض ان هو في ظل التشريعات في ظل في خدمات في رقابه. هل بالفعل ان اتعمل عندكم كمجلس نواب عاقه في عدم تنفيذ خدمات على ارض الواقع في ظل ان وجود تشريعات بشكل مكثف فاثر على ظهور النواب بشكل مستمر معايا حضرتك للمواطن او لدايرته او للناس او اهله على ارض الواقع فده اثر، ام
شايف ان امكانيات الدولة مع ظل التشريعات اثرت اكتر عدم تفعيل الكيادات التنفيذية او الخطط اللي هي مستهدفة في المحافظة او في الدائرة، فهذاك لم تفعل عشان الموارد الدخلة لهذا محافظة او للمركز حضرتك غير كافي ان هو يعمل تنمية فعلية على الارض. هل تكون العوامل دي كلها او الاسباب دي كلها مؤشرات تؤثر على ان النائب دور النائب نفسه ينزل على ارض الواقع؟ انا انت شايف حضرتك ان وضع يعني محبط للنائب ان هو بيستكفف في التشريعات ففي الشايف ان هو لا بص يعني ينزل في الشارع بشكل واضح. انا هجاوب برضه هبدا من المؤسسين. انا 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 بعد انك ايوه طبعا يعني انا مش لامس ده تماما. انا والله انا عارف اراء يعني ده تساؤلات مجلس النواب ودور ولا انا بحب اعرضها بشكل واضح لان ربما حضرتك تعرض الصوره اللي حضرتك تقدر توصلها للمشاهدين. انا ما دافعش، انا قلت الحقيقه. لا وحضرتك قلت الحقيقه. المهندس حسيني قال ان مفيش مجلس محلي لا حي ولا محافظه يساعد النائب ويقوم بدور الخدمات المباشره للمواطن، سواء في اناره، في صرف صحي، في اي ازمه بتقابله في الدائره الانتخابيه. ولكن خلينا نقول ان المواطن برضو ليه حق، هو ليه يعني مشاكل، عنده مشاكل ومش لاقي حد يحلها له، لا الاجهزه التنفيذيه قادره تحلها له، سواء لقله امكانيات او لاهمال منهم ولعدم وجود الرقابه اللصيقه لهم وهم اعضاء المجالس المحليه. فبالتالي المواطن بيشتكي انا مش لاقي النائب اللي انتخبته. ولكن خليني بقى ارجع لجزء في العلوم السياسيه وفي الدراسات البرلمانيه اللي انا حصلت عليها من كليه اقتصاد وعلوم سياسيه، وهو ايه هو دور النائب. عشان كده بنسال البرلماني. ايوه يعني هو شغل عشوائي. انا كده جايز نائب. ايوه فانا اخترت السؤال ده اساله لحضرتك. لا هو في الحقيقه ده توضحه علميا وفكريا وفعلا على ارض الواقع، يعني مش موضوع انشاء. في الحقيقه ده مش دور ده ممارسه. ده مش دور اي برلماني على مستوى العالم في اي دوله ديمقراطيه. دور البرلماني في لجنته المتخصصه في البرلمان، وايضا في الجلسات العامه في مناقشات القوانين والاتفاقيات الدوليه والموازنه العامه للدوله واقرار الحساب الختامي للدوله وفقط، ومراقبه الحكومه واستخدام ادوات رقابيه زي استجوابات وطلبات الاحاطه الى ان تصل الى سحب الثقه من الحكومه. ولكن ما اعتاد عليه الشعب المصري، وده من يعني خلينا نقول دي ثقافة مجتمع على سنوات على مدار الحزب الوطني، كان النائب يستطيع ان يقدم خدمات في دائرته من خلال الحزب الوطني ومن خلال ايضا اعضاء المحليات اللي كانوا تابعين لنفس الحزب. فبالتالي كان يستطيع النائب بمكالمة، وكان النائب هو نفسه وزير، يعني خلينا نقول ان هو في ايده كل حاجة. فبالتالي كان اعتاد المواطن على ان النائب يعني يقدم له يعني يحل له المشكله الموجوده بالدائره بمجرد مكالمه هاتفيه. انا بقول لحضرتك احنا يعني بقالنا على مدار سنتين، ويمكن انا كنت نائب برضه في المجلس الشعبي السابق فاعتدت على ده، ان احنا بنحاول ونجتهد وبنتحرك ونروح لمسؤولين تنفيذيين وبرضه ما بنعرفش نخلص الموضوع. يعني احنا شخصيا يعني هو المواطن فاكر ان انا هروح المشوار هخلص له الحاجه اللي هو طالبها، ان صرف صحي، رصف شارع، وهو حقه ان شارعه يكون مرصوف، بس انا مش عارف اعمل ايه. انا بروح اربع مرات وخمس مرات وبقدم طلب هنا ويقولوا مفيش موازنه. خلي بالك انا عاوز اعدل الحته دي، مش عارف. لا دي حقيقه. دي حقيقة بتحصل. يعني انا حضرتك نائب بيمثل دايرة، بيمثل الشعب، فالمواطن البسيط يعني في النهاية يعني بيقول لك انا عندي كارثة. عندي خطة زمنية ماشي عليها ما اقدرش اصرف الشارع. هل هو فعلا الكيانة التنفيذية بالفعل هو مغلوب على امره مع حضرتك انه مش قادر يتعاون معاك انه يقدر يحل المشكله اللي حضرتك رايحها على ارض الواقع نتيجه انه ما عندوش موارد، ام نتيجه حضرتك للاسف الشديد عنده تعليمات ان هو ما يتحركش مع حضرتك ويفضل ثابت؟ لا يعني هي اعتقد قله الامكانيات مع ان هو وضع خطه يعني لمده سنه مثلا ان هو هيرصف شارع كذا، سيدي بشر الاول، بعد كده ميامي، بعد كده كذا. فانا لما اجي اقول له تعالى ارصف لي مثلا شارع في الحته الفلانيه في شارع سيف في سيدي بشر، يقول لي لا ده لسه خطته كمان ست شهور او سنه. انما ما بيتعملش
فورا يعني. ولكن طبعا احنا بنجتهد وبنقول وبنحاول نجيب لهم موارد يعني، بنروح بقى لوزاره التخطيط، نروح لوزاره الماليه، نتحرك نقول لهم طيب احنا نقدر نجيب لكم تمويل من شركات موجوده في المكان. انا هرجع بقى للحته دي عشان الحته دي مهمه مش هعديها طبعا عشان سياده الخبير الاقتصادي، بس قبل ما اتكلم في الحته ديت اخد بس مداخله سريعه مع سياده النائب سامح الساحي عضو مجلس البرلمان عن دايره المنتزه ساري باسكندريه. اهلا بيك يا سياده النائب. سياده النائب. اي فندم حضرتك. سياده النائب معايا يا فندم على الهوا؟ معاك يا فندم، معاك يا مصطفى دين. دلوقتي يا فندم احنا بنتكلم على ان اسكندريه المفترض ان عندنا ابراج بيتم بنائها بالمخلفات، وبالتالي حضرتك المفترض في جهات معنيه او قيادات تنفيذيه المفترض تبقى وجود هذه المخالفات بشروط او بتراخيص، فللاسف الشديد بيتم المخالفه لحد ما يتم بنائها بشكل واضح وملموس، وبالتالي بيتم تشطيبها وتسكينها، وبعد كده يحصل انهيار هذه الابراج، وده بسبب الجهات التنفيذيه بيسيبوا هذه المخالفة. هل بالفعل ما فيش آلية واضحة من خلال حضرتك كنائب ان احنا ندرك هذه الخطة، او انت شايف ان في قوانين بالفعل هتم حزم هذه المخالفات اللي المفترض بتهدد المواطنين الموجودين في هذه المحافظة، لان احنا حضرتك محافظة اسكندرية بتشهد بالابراج السحابية للمفترض كلنا بنشهدها بشكل واضح، هل ده بالفعل هيتم تحديد هذه المخالفات واتخاذ اجراءات او قوانين من خلال البرلمان او من خلال قيادة المحافظة؟ خليني طبعا تحياتي لابراهيم بيه والحسيني بيه وعلى الشعب المصري. يا حبيبي حضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طبعا خلينا نقول ان احنا طبعا انت عارف ان بعد ثوره 25 يناير تعددت في عدم وجود جهات تنفيذيه وحكومه والكلام ده، تعددت المباني المخالفه وكميات الاعداد الرهيبه اللي احنا شفناها في المباني المخالفه، فدي طبعا صعب ان انت تقدر تحصرها دلوقتي وتلمها. خلينا نتكلم على الجديد، يمكن احنا من حسن حظنا ان احنا عندنا محافظ نشيط جدا، عندنا ما بيقعدش في مكتبه ومتواجد مع الجهات التنفيذية ومتواجد في كل مكان، ويمكن النواب كلها بتوع اسكندرية كلهم مشاهدين الكلام ده كله. احنا خلينا نحصر الجديد، ويمكن احنا كمان في لجنة الاسكان دخل قانون بالنسبة للبناء المخالف والكلام ده كله، لان ده لازم تشريع، عشان تقننه لازم تشريع. من ضمن التشريعات خلينا نقول ان لازم يكون متواجد معانا كلية الهندسة، وبعد لجنة مشكلة من كلية الهندسة وفنيين يقدروا ان هم يعينوا العقار لو هو سليم نقدر ان احنا نقننه، لان بالفعل صعب ان انت تقدر تحصر او تزيل عدة الالفات في المخالفات اللي موجوده، انما نقدر نتحكم في الجديد. عندنا محافظ يمكن احنا الاسبوع اللي فات كان حريص جدا ان يكون في اجتماع للنواب ويكون مع الجهات التنفيذيه كلها على مستوى محافظه اسكندريه، ويمكن احنا ناقشنا عدة بعض المواضيع اللي هي دي كلها، وهو حريص ان يكون موجود معانا الجهاز التنفيذي عشان كل دايره تقدر تحصر المشاكل اللي عندها، ونقدر نشوفوا ايه المخالف اللي هنا او ايه اللي نقدروا نعملوه هنا. يمكن المرحله اللي جايه ان شاء الله مع محافظ نشيط زي الدكتور محمد سلطان، راجل على طول دايما في الشارع مش متواجد في مكتبه باستمرار، دايما بينزل بنفسه ويشوف بعيونه، احنا خلينا نقوله نقدر نحصره الايام اللي جايه دي، ان احنا نقدر ان احنا نقنن الوضع ده، لان ده بقى برضه دي حاجات بتهدد ككتلة سكنية مصرية مش كشعب اسكندري بس، لا احنا بنتكلم في كتلة سكندرية مع الشعب المصري كله نعيد. ويمكن الرئيس في مؤتمر الشباب كان حريص في الكلام ده كله، ان هو برضه يعتمد الحيز العمراني بعض التسهيلات للناس اللي هي بتطلع تراخيص عشان نحس شويه من عمليه المخالفات. طب هل بالفعل يا سياده النائب الناس اللي اتعدت على الاراضي الزراعيه هل بالفعل هيتم فيه مصالحة حضرتك معاهم ويصدر بيهم قوانين او قانون من خلال مجلس النواب، ام ده حضرتك احنا اعتمدناه بالفعل يا فندم مصطفى بيه؟ اعتمدناه في اخر جلسة قبل ما يرفع دور الانعقاد، اعتمدنا التقنين، ويمكن كان ناقشنا ووافقنا عليه كله كجلسة عامة كلنا وافقنا عليه، وبالفعل وجه الآلية عن طريق المحافظين، وبرضه
هي بتتم بعض المواطنين يقدموا طلبات لوسائل الاحياء، لان دي هتبقى مع الاليه للهيئات، هتبقى المحافظ هو رئيس الجهاز التنفيذي في المحافظه، وده فعلا في اعتماد القانون. وده لازم احنا برضه دي اهالينا وناس لابد ان احنا نقعد جنبها. ما ده اللي انا بتكلم لحضرتك يعني كتصريح، انا بالفعل ان في قانون اللي هو المصالحه للتعديات على الاراضي الزراعيه في الفتره الفتره السابقه، تمام حضرتك؟ تمام. بالفعل ده تم اصداره وجاري تنفيذه واختاروا الجهات المعنيه او الجهات التنفيذيه بالفعل يا فندم، ام ده حضرتك لسه تحت المناقشه ولسه ما صدرش يا فندم؟ لا يا فندم احنا اعتمدناه نهائيا في المجلس، وكان المجلس كله واثق عليه، بس القانون كان فاضل بس كابتن رايد يمد عليه، لان القانون بعد احنا ما بنخلصه مش عارف اللي كان بيقعد على كابتن رايد يمد عليه، وبعد كده يبعت بقى الصفه التنفيذيه بتاعته للمحافظات اللي موجود. انما احنا بالفعل يمكن ابراهيم دي عارف اخر جلسه في الدور، بس احنا اعتمدنا التصالح على الاراضي الزراعيه. لابد ان احنا يكون برضه فرع القانون ده، لان احنا هنفيد المواطن المصري وهنفيد الدوله، والناس ما عندهاش مانع ان هي تدفع تصالحات وتدي حق الدوله، وده احنا حريصين عليه. ما ده دوركم يا سياده النائب، ده دوركم يا سياده النائب، ان انتوا بتنقلوا مشاكل الشعب طبعا او الناس اللي في دايرتك بتنقله بشكل واضح وترجمه في تشريعات. مظبوط، ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا عشان اعمل تشريعات عشان تنزل للشارع تتلقاها المواطنين بحاجه مبسطه، عشان تعمل عمليه تسهيل وتتقبل النائب مع المواطن بشكل واضح. فده دوركم يا فندم، ان انتوا حضراتكم تنقلوا النبض الشارع بشكل واضح لتشريعات من خلالكم يا فندم. فاحنا قلنا مصطفى بيه، يعني طبعا انت عارف ان عدم وجود مجال دلوقتي، احنا بالتالي بنشتغل جهتين، الجهه التشريعيه والرقابيه، وفي نفس الوقت الجهه الخدميه، على اساس ان انت بتنزل تنقل نبض الشارع، لان احنا بتواجدنا بعدم وجود مجالس محليه لازم احنا نكون متواجدين مع اهلنا، والناس بتبقى حاسه ان في امان، ان اعضاء مجلس النواب معاها متواصله معاها في الدوائر بيحسوا بامان شويه، لان هم طبعا من الناس المستنيه مننا اكثر من كده. لابد مجلس النواب يكون حريص على الناس، لان نتمنى سياده النائب سامح ان احنا عايزين القانون اللي المفترض عشان يخف العبء على ساده النواب اللي هو قانون المحليات، عايزين يظهر للنور، لان احنا شايفين النواب بيعانوا عناء شديد بالخدمة بشكل مباشر على ارض الواقع. ان شاء الله يمكن من اولويات، فده بعتقد يعني هتكون المجالس المحليه ان شاء الله اعتمد قانونها، لان لابد بقى وجود مجالس محليه الفتره القادمه لكي تساعد الدوله وتساعد النواب وتساعد الشعب المصري، ان احنا كلنا نقف لازم نقف جنب شعبنا ونوفر له الاليه اللي تقدر تخدمه المرحله اللي جايه ان شاء الله. اشكرك سياده النائب، اشكر سياده النائب سامح هي عضو مجلس النواب عن دايرة منتزه ثاني بمحافظة اسكندرية. اشكرك يا فندم، معلش بقى في دخلات كتير والله انا اسف، الاعداد صراحة تعبني والله. يا استاذ عربي انا عاوز اناقش مع ضيوفي ان القضية مهمة، قضية الامن والاقتصاد، والامن والاقتصاد ده حضرتك يعني اتنين في واحد، خلي بالك لو فيش امن ما فيش اقتصاد، ما فيش عشان تبقى الامور واضحة، ما فيش اكل عيش. معاك مين يا فندم بقى عشان يعني اخر اتصال؟ حسام ابو طالب منين يا فندم؟ بقى جائلين باسكندريه، اهلا بيك يا استاذ حسام. استاذ حسام من اسكندريه يا فندم، معايا يا فندم على الهوا، اتفضل. مشكلتك ايه يا فندم؟ حسام ابو طالب مقيم الباعه الجائلين. اهلا بيك يا فندم. حسام ابو طالب نقيب الباعه الجائلين بالاسكندريه. الاستاذ حسام ابو طالب نقيب الباعه الجائلين، اهلا بيك، شرفتنا يا فندم. اتفضل يا فندم. حسام ابو طالب نقيب الباعه الجائلين بالاسكندريه. طب اسمعني اتفضل. طيب مين؟ اسامه ابو طالب. اسامه. طب استاذنك تسمعني بالتليفون طيب؟ معايا الاستاذ اسامه سامح؟ اسامه ابو طالب. خط قطع. عاود اتصل مره اخرى استاذ سامح. طبعا استاذ حسيني احنا حضرتك بنتكلم عن امن والاقتصاد، والمفترض امن في اقتصاد، في تنميه، في نهضه، فده حضرتك بيترتب عليه ان يكون عندنا امن قوي. هل انت شايف حضرتك في المرحله القادمه
ان فعلا هيبقى في تنشيط مشاريع صغيره. احنا طبعا عارفين ان معالي الرئيس وزي ما سياده النت قال ان عندنا مشاريع قوميه فحضرتك بتتولاها كده سياسيه حضرتك، وبالفعل هتظهر للنور في الفتره القادمه زي ما سياده النت قال. احنا حضرتك بتتكلم احنا عندنا مشاريع صغيره يعني المفترض ان هو نغطي الانتاج المحلي عشان نقدر نوفر عمله صعبه عشان نقدر نعتمد على نفسنا ما نعتمدش على الاخر للخارج. هل ده فعلا في المحاضره القادمه هيتم ولا انت شايف حضرتك لسه هتتكلم بقى موضوع المشاريع وتغطي الانتاج؟ ما هو احنا بنتكلم ان عندنا امن الحمد لله قوي، الامن معناتك عندنا استقرار امني زي ما سياده النائب قال. احنا بنتكلم عاوز اعمل لسه الاستقرار الامني لسه بقول لك ان الحمد لله احسن من الاول بكتير. الامن يعني انت شايف مفيش امن لسه؟ لا مفيش امن، لا في امن بس لسه يعني لسه ما رجعش. وابراهيم بيه مأيد كلامي مش انا، وانت مأيد كلامي. انا شايف امن، لا في امن الامن الامن لسه. بص حضرتك وممكن يكون في بعض الملاحظ مع حضرتك لا ممكن تلفت النظر اثناء مرور معين اثناء يعني انا هقول لك بس انا حاجه احنا بنتكلم على الطرق الجديده. انا بتكلم على يا فندم، انا بتكلم على الحاجات اللي هي بتمس حضرتك عصب البلد. ما انا بقول لحضرتك الطرق الجديده اللي اتعملت دلوقتي امنها قوي جدا، فانت بيشجعك ان انت تروح تستثمر هنا وتستثمر هنا. هل الطرق دي لو ما كانش ليها امن هروح استثمر؟ هتقول لي خد الارض ببلاش، لا مش هاخد، واخد بالك؟ فهي الامن هو اللي ظبط الكلام دوت. ما انا ما قلتش الامن ولا الامن يعني احنا لسه يعني اهم المزيد، انما هي النقطه كلها الامن بيقص مشاريع هتطلع بالامن، هتروح طالعه يحصل بيها النمو الاقتصادي فيها، واخد بالك؟ انما هو انت تنفع تفتح محل؟ مش هقول لك حاجه غير لما تكون واثق ان مثلا دايره الاسم بتاعتك اللي في المحل ده قويه انا عارف سيدي بيه انت عامل خطه مع حضرتك وبرنامج معين لرؤيه استراتيجيه في المرحله القادمه في الخطه اللي جايه على المشاريع الصغيره وتم تنميتها وتشغيلها. بس انت مش عايز تحرقها دلوقتي. لا اصل في نقطه خليني ارجع لسياده النائب عشان انا عارف. لا اصل في نقطه انت بتتكلم فيها الكروت بتاعتك، انت بتتكلم موضوع اصلا من كده. انت عندك يعني لو هتتكلم عن المشاريع دي والاستيراد والتوزيع والعمله انت عندك مشكله كارثه. احنا لسه كنا بنتكلم فيها امبارح، انت عندك النولون كان ب 500 دولار بقى ب 1000 دولار وما عندكش خطوط بحريه قويه كانت عندك زمان، خدتها اسرائيل وخدتها اليونان. طيب انا خليني بقى مع سياده النائب مع حضرتك لان هو مش عاوز يديني الرؤيه والاستراتيجيه بتاعت خطه اننا عايزين تنميه انتاج محلي حضرتك من خلال مشاريع صغيره. تمام حضرتك ده شك ان هو بيخدم على قطاع معين حضرتك عشان ينزل فيه كبرنامج طبعا للمحليات يعني شغل السياسي. فطبعا انا مش قد طبعا لا هو في الحقيقه طبعا خلاص مفيش اقتصاد خليها يعني في وقت معين. انا خليني بقى مع مجلس النواب والمفترض الشباب والمفترض اهالينا وناسنا لهم حق عليكم ان احنا عارفين ان احنا حضرتك ان الكيانه السياسيه مع حضرتك عملت استقرار امني بتعمل مشاريع قوميه زي ما انت شايف حضرتك كطرق واراضي زراعيه بتم تنميتها هي في الصحراء الغربيه بشكل واضح. في انفاق، في محطات كهرباء، في يعني مش عايز اقول لحضرتك الطاقه النوويه، يعني حضرتك كله مشاريع قوميه متعدده. مش عايز اتكلم عشان ما انساش حاجه حضرتك، بس يعني مش عايز اقول لك يعني ديت لو ظهرت هتعمل نقله لمصر، نقله كبيره جدا. انا بتكلم بقى في الحته اللي هي في دايره صغيره وليس بكلف ضخم، اللي هي تنميه المشاريع الصغيره اللي هي الاكتفاء الذاتي اللي هو بالصوره اللي هو الانتاج المحلي. انا مش عايز اصدر، مش عايز اخش في الشريحه اللي احنا بنتكلم فيها بقى يعني ايه ان احنا عايزين نصدر عايزين عمر، لا انا عايز اوفر ان انا استورد، لازم اوفر ايه المنتج المحلي على الاقل حتى البديل. طب فين دور النواب في تفعيل المشروعات الصغيره في المحافظات مع حضرتك في الدوائر بتاع حضراتكم؟ في عندي بنوك موجوده، في مليارات موجوده من خلال البنك المركزي موجهه في البنوك على اساس تشغيلها مشاريع صغيره بنسبه 5%. هل فعلا الحاجات دي كلها ما توجهتش ليه للدوائر بتاعتكم وحضرتك تبنيتوا هذه القضيه حضرتك وفعلتوا المشاريع الصغيره؟ تمام حضرتك على اساس نقدر نوفر المنتج المحلي. ما هو انا لازم يبقى ليا دور مظبوط.
وبلدنا لها حق علينا كشباب كمواطن كمرأة كنواب. مظبوط. انا مش بحمل حضرتك عيب. لا لا بس لا انا بقول ده شغل على ارض الواقع. احنا فين في الكلام ده؟ بص هو انا اصل انا مش هقول للحكومه هتيجي تعمل لي مشاريع للشباب، مش طبعا. لا لا القطاع الخاص هو اللي المفروض بيعمل ده. بس خلينا نقول برضو احنا كنواب، انا ايه اللي قدرت اعمله؟ عملت دورات تدريبيه للشباب في مقر المكتب بتاعي لتأهيل الشباب، حمله اسمها التأهيل من اجل التشغيل. يبقى انت بتتأهل ازاي تعمل تشوف شغلك، ازاي تعمل انترفيو، ازاي تعمل سي في، ازاي تروح تتقدم لعمل، بعض الحاجات كده النظريه يعتبر، وبيعرف ازاي يلاقي الشغل، ازاي يعمل بحث عن مجال عمله ويشتغله. وبنعلن عندنا عن اي فرص عمل بيتم معرفه ان في شركات مثلا خاصه في برج العرب او خلافه، بنعلن للمواطنين سواء على صفحتنا او من خلال مكتبنا ان هناك فرص عمل. ولكن خلينا نقول بقى ايه الاهم. الاهم دلوقتي ان هو الشاب ده هو ازاي يكون صاحب عمل، وازاي يقدر ياخد قرض من صندوق النقد، صندوق الصندوق الاجتماعي للتنميه، او ياخد من مبادره البنك المركزي اللي تم الاعلان عنها. احنا يعني في مشكله في ان احنا نقدم له ايه هي المشروعات اللي لها اولويه والمشروعات الاهم في المرحله الحاليه. هرجع لحضرتك ده ست النائب، بس معايا مشكله. معايا الحاج اسامه ابو طالب ركيب الباء الجائلين بالاسكندريه. اهلا بيك يا حاج اسامه. يا ساعات البدء احنا بنشكر الاعلان المصري ان هو بيحقق لنا اهدافنا ويوصلها للمسؤولين. لا اتفضل يا فندم، ده واجبنا يا فندم. يا فندم مشكله الباء الجائلين على مستوى العالم كله ما بتتحل. ماشي، احنا في اسكندريه المشروع القومي للباعة الجائلين من 2012 واحنا بننادي رؤساء المحافظين ورؤساء الاحياء بتطوير اوضاع الباعة الجائلين لاتاحه اماكن مخصصه لهم في الاماكن المتاحه لاحياء اسكندريه. واثناء وجود الاستاذ اللواء طارق المهدي وزير التنميه المحليه ارسل له عده خطابات لاتاحه الاماكن، وفعلا الاماكن موجوده وتمت الاماكن. رؤساء الحياه ما بينفذوش الكلام ده. احنا نفذنا سوق المعهد الديني 266 بائع جائل بمختلف جميع الانشطه الموجوده في الدنيا. سوق المعهد الديني حضرتك متكامل من جميع البائعين على مستوى البائعين الموجودين، كلهم ناس محترمين، ناس صعيبه، ناس بتحترم القانون، ناس مش بلطجيه. الناس دي النهارده بتعاني من رئيس حي سالم المنتجع بتهديداته ان هو عايز يجيب هذا السوق. وطبعا من تاريخ تنفيذ هذا المشروع لحد الان سعادة اللواء. انا يا استاذ اسامه انا استاذنك، بس حضرتك يا سياده النقيب استاذنك حضرتك تحدد لي نقط محدده والاماكن عشان نقدر بس نساعد حضرتك. معالي باشا، احنا عندنا سوق المعهد الديني لحد الان ما دخلش مراكز المشروع. جميع الجهات التنفيذيه وقفت عليه قبل ما يجي اللواء علي السلامه. لما جه اللواء علي السلامه قلب الترابيزه عليه. طب انا عايز افهم، يعني المشكله دلوقتي في منتزه ثاني؟ ايوه مشكله في المنتزه الثاني. هو بيتجمع على البائعين الجائلين يا فندم. ده سوق معتمد. سوق معتمد. هو عايز يزيد بالمجهودات الذاتيه. سوق معتمد بالمجهودات الذاتيه. الدوله ما انشاتش ليه شيء، احنا عملناه على رابطه البياعين. وبنطالب رئيس الحي ان هو يدخل لنا الكهرباء ويجدد لنا العبور ونحل الفقر والبطاله. انا عامه انا يا سياده النقيب، انا دلوقتي حضرتك الاعداد تكلم سياده النائب سامح عن دايره منتزه ثاني، وبيكلم حضرتك وبيقول لك توجه له على المقر بتاعه حضرتك لو عاوز دلوقتي او بكره، بيقول لك انا تحت امرك
وهيحل لك هذا المشكله. اشكرك يا حاج اسامه ابو طالب نقيب الباعين الجائلين بمنتزه ثاني طبعا يعني هي مشكله كبيره جدا بقى الجائلين في اسكندريه، ان احنا من زمان قوي بنقول لهم يا جماعه وفر لهم اماكن، وبعد كده اللي يخالف اعملوا عليه عقوبه كبيره. ولكن احنا عملنا سوق يعني بديل لشارع القاهره ده في دائره منتزه اول، سوق في اسمه السوق 30، حتى الان لم يتم العمل فيه عشان ما دخلش مرافق. هو نقيب الباعة الجائلين دلوقتي الاستاذ اسامه ابو طالب بيقول نفس الفكره في شارع المعهد الديني، هو برده كان سوق عشوائي هم نظموه وعملوه ولم يدخل لهم مرافق حتى الان، فبالتالي مش عارفين يدخلوا فيه يشتغلوا فيه، فما زالوا في الشارع عاملين ازمه مروريه وعاملين مشاكل. فهم يعني لازم الاحياء تساعد شويه الناس وتحدد الاماكن. اتعامل مع عزيزك سياده النائب، تتعاون مع سياده النائب سامع اكيد مع معالي المحافظ طبعا الدكتور والله بنشتغل في اي حته محترمه طبعا لانهم محافظ يشهد له بالكفاءه وهم شهدوه بهذا الوضع. لا اكيد فشيء طبيعي، لازم دي حاجات طبعا على الاقل حتى نحافظ على الشكل الجمالي والوضع استقراري في شوارع اسكندريه، فدول برضو اهالينا يعني. لا لا ان شاء الله يعني هيحصل التعاون مع واتمنى وبطالب برضو ان احنا نعمل ده في اسواق اخرى. يعني سوق درباله برضو عنده ازمه كبيره، برضو لازم يتم تنظيمه بشكل كويس يخلي الباعه اللي موجودين يبيعوا بطريقه كويسه والمواطن بسهوله وما يحصلش الازمه المروريه. ايه نشوف الشباب نعمل لهم مشاريع صغيره. وانا بناشد واقول من خلال مكاني هنا للنواب في ظل التشريعات مع حضرتك، في ظل موجود مراقبه على الحكومه، فانا عارف ان القياده السياسيه او الحكومه في ظل الدوله في حاله اقتصاد ضعيف فبتحاول ان احنا نقويه بشكل قوي. ليه احنا كنواب ما بنشاركش الجمعيات الاهليه، رجال الاعمال، الشخصيات العامه في الدوائر او في المحافظات، بكل واحد في مجال او في قطاع النائب بتاعه، ان هو يحصل تعاون يحصل تنشيط لتفعيل الشباب وفتح مشاريع صغيره عشان نعمل انتاج محلي. مظبوط نستغنى يعني الاستيراد مش عارف انا يعني انا لحد دلوقتي لسه طلع عندي على الهواء نماذج فعليه تمام حضرتك للمشروعات يعني انا صح. لحد وقتنا هذا مع استمراري مع الساده النواب الموجودين المحترمه، ما انا يعني بشفق على فعلا العبء الرهيب اللي بيعاني منه النائب، بس انا كمواطن في دائرتك ليه حق عليك انا؟ مظبوط. ما هو انا حضرتك انا، طب هعمل ايه؟ انا مفروض عليك انا مفروض عليك صح. اعمل ايه؟ اروح لمين؟ يعني انا اروح لمين؟ انا شايف الدوله حضرتك بتعاني بضعف موارد زي ما انت شايف حضرتك، اقتصاد ضعيف جدا، وطبعا انت عارف طبعا ان القياده السياسيه للاسف الشديد مركزه في المشاريع القوميه واستقرار الامن ووضع الارهاب، يعني زي ما انت شايف المنطقه بشكل واضح لحضرتك ملتهبه، فكتر خيرها ان هي الوضع اللي احنا فيه حاليا يعني احنا مختلفين عن الدول المجاوره مع طبعا عنهم بشكل يعني نقول الحمد لله طبعا. احنا كده لا اصل يعني انا عايز النواب. طيب انا اقول لك حاجه، انا يعني انا موجود في دورين العقاد السابق واللي قبليه في لجنه العلاقات الخارجيه، من خلالها شفت نماذج لبعض الدول الناجحه، منها فيتنام نجحت اقتصادها كله على المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر، بقوا يجيبوا المكنه اللي مثلا بتعمل علبه كبريت وبيودوها للست في بيتها تنتج وهي قاعده في البيت علبه الكبريت، بيجوا بالليل عربيه بتستلم منها الحاجه بتكسب. طيب الحاجه دي لازم رجال الاعمال هم اللي يعملوها. الولاعات اللي احنا بنشتريها كلها الصيني دي، ليه ما يبقاش عندي مصنع يعني صغير في اوضه جوه شقه حتى، او يعني باي طريقه ما، طالما هي مش حاجه خطيره ومش محتاجه طاقه كبيره، ممكن يتعمل مشروعات صغيره جدا متناهيه هتوفر علينا العمله الصعبه والدولارات اللي احنا عاملين نصرفها بره. ولكن ده مش دور برضو السياسه، خلينا نقول ده دور الاقتصاد، دور رجال الاقتصاد المهندس حسيني بدل ما يروح يستورد كونتينر ولاعات، لا يشتري المكنه اللي بتصنع الولاعه ويجيبها ويوقف عليها اثنين يعني انا بقول طبعا يعني كمثال يجيب بقى الشباب اللي يقفوا عليها عاملين قطور هنا محليه بس شغل شباب مظبوط مع حضرتك ويعمل ورش
حضرتك حتى ده اصل مش محتاجه تصنيع يعني زي الزيوت بس المشكله فين برضو؟ ما احنا بنقعد مع مش عارف انا بقول لعمال بالهم مش عارفين هو بيقابل معوقات خلينا لا لا مش عارف في حاجه في علامه استفهام لا لا هقول لحضرتك بيقابل معوقات وعشان كده حاطين خايف من الضرايب يعني يمكن ضرايب وعدم وجود بعض الخدمات اللي بتقدم لمصانع مصنعه هناك بيروقراطيه في انتهاء من الاوراق هناك رشاوي بتدفع في بعض الجهات ده انا بقوله بقى يا سياده النائب هي دور النائب في الدايره مع حضرتك ان انا حضرتك بحكم موقعي ان انا بمثل الشعب حضرتك ان انا ازيل المعوقات اللي بتعوق الشباب وبتعوق رجال الاعمال الصغيره والكبيره صح. تمام حضرتك ان انا بقول هو ده بقى حضرتك ان انا دوري ان انا بساند الدوله حضرتك في المرحله الحاليه والقادمه مصطفى ده كلنا بنعقب على طبعا انا عارف على موضوع التصنيع بس الكلام ده انت كلامك صح انت بس خلي بالك انت قعدت 12 سنه بتستورد من الصين حاجات ببلاش ففي دي مش بوظت ده بوظت كل المنتجات اللي احنا كنا بنصنعها في مصر بوظت كل حاجه ايه اللي كان عندك مش ولا عايز بيتكلم عليها ده كل حاجه كبريت الكبريت 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 بيجي من الصين فعلا مش فيتنام بس ده في من الصين وفعلا يا فندم الكلام اللي بيقوله ابراهيم بيه انا شفته في الصين انت كنت يعني وزع وتيجي بالليل الناس تلم الحاجه الدوره عامل كوره دي تعمل البرف دي تعمل الشبكه دي تعمل الرابر بتاع فعلا الكلام دوت صح احنا قبل ما الصين تغزونا كده اهوت احنا كنا بنصنع الازازه هنا الغطا هنا الفاكيوم هنا البلاستيك هنا يا دوبك بنجيب الكحوليات او نجيب المواد الخام من بره واسانسات والمواد بتاعت المنتجات المكياج من بره ونصنعها هنا عندك بقى مصنع بتاع ازاز شغال فيه 30 40 عامل عندك مصنع بلاستيك زيه شغال مصنع كرتون شغال فانت شوف انت من ورا الكلام ده جينا بعد كده ودخلنا الين العمله الصينيه الايوان نزلت بقت بكذا تجيب ارخص بكتير طب انت تصنع ليه هنا؟ فكل واحد وبعد كده بيجي لك الكفاءه هناك مثلا انت بتيجي تعمل 2000 حته هناك بيعمل 2 مليون فبالتالي الصنبة او المونت اللي بيتعمل عشان بيطلع بيه المنتج طبعا بيكلف عشان يطلع 2 مليون حته طبعا بيعمل مولت كويس يعمل ستامبا كويسه واخد هارد كروم كويس تطلع منتج بتاعه قوي جدا طبعا انا بعمل هنا فبالتالي انت وبتجي لك ارخص فبالتالي انا زي كله راح على الصين جاب الحاجات من الصين ابتدى يعالجهم وعندهم حاجات يعالجوا نفسهم وبعد كده فجاه عونت العمله بقيت انت مش عارف تعمل ايه تستورد ولا تصنع ولا تقعد تتفرج الكل معظمه قاعد يتفرج عشان من الاخر بقى الكل بيتفرج دلوقتي كبير وصغير لغايه ما نشوف الدنيا الامن الاقتصادي بقول لك عليه انا بشتري النهارده الحاجه بكره هبيعها بكام اجي ابيعها النهارده ب 110 الاقيها النهارده ب 112 اخدها 112 واخد بالك ببيع يعني هو الامن الاقتصادي برضه طبعا عشان كده احنا بقى سياده النائب احنا عايزين رساله توصلها للشباب تمام واهل دايرتك تمام يعني في الحقيقه انا عايز اقول لكل الناس وطبعا خاصه اهل دائره المنتزة اول ان احنا بنجتهد على قد ما نقدر سواء يعني احنا كشباب بعيدا عن اعضاء مجلس النواب احنا بنجتهد وبنسعى ان البلد دي تكون افضل من حالها الحالي واحنا شايفين ان احنا عندنا امكانيات كبيره جدا نقدر نستثمرها صح نقدر نستفيد منها صح بس لما نكون كلنا مقتنعين ان احنا ماشيين في الاتجاه السليم وما عندناش حد يعني بيدور على مصلحته الشخصيه قبل مصلحه هذا الوطن الغالي علينا كلنا اللي احنا مفروض ان احنا نجتهد ونعمل كل مجهود نقدر عليه خلال الفترة الحالية عشان على الاقل يعني الاجيال القادمة تشعر بهذا الاختلاف انا بسعى وبجتهد من يعني من اول ما الناس وثقت فيا وادتني اصواتها ونجحت في الانتخابات بسعى ان انا اكون نموذج للبرلماني الجيد اللي بيقوم بدوره سواء في دوره المحلي في محافظته في دايرته ودوره مع التواصل مع المواطنين او دوري التشريعي والرقابي داخل البرلمان وايضا دور الدبلوماسيه البرلمانيه اللي انا كنت مهتم بيه جدا في دورين الاعقاد السابقين واتمنى ان شاء الله ان انا يعني اعدي دور اعلى كمان ان شاء الله الفتره دي. طبعا معايا بدخله طبعا الاستاذ عربي مش برضو معايا بدخله سياده اللواء عادل سلامه رئيس حي منتزه ثاني بمحافظه اسكندريه اهلا بيك يا سياده اللواء. اهلا بيك يا فندم اتفضل. حضرتك احنا عارفين حضرتك موجوداتك اللي موجوده بالفعل في منتزه ثاني محافظه اسكندريه
وعارفين ان في تعديات وفي ازالات بتتم على التعديات اللي هي في الشوارع الرئيسيه وفي اشغالات حضرتك، واحنا عارفين شغل اللي حضرتك بتقوم بيه بشكل قوي والبرنامج بتاعنا بيتابع مع حضرتك. بس حضرتك احنا عندنا مشكله جات لنا دلوقتي فحبينا نطرحها على حضرتك يا سياده اللواء، اللي هي مشكله الباقيين الجائلين اللي هي في منتزه ثاني. هل بالفعل حضرتك المشكله دي حضرتك اتحلت اللي هو السوق المعهد الديني اللي هو المعهد الديني قد ده اتحل حضرتك؟ لان هو عرفنا ان هو عاوز يتزاج ويتشال يا فندم. هل بالفعل ده يا فندم؟ لان الشكوى دي جات لنا. اقول لحضرتك مشكله المعهد الديني ان هو قيمه البكاء ده لك مهبط او معالجه المهبط اللي قطع بها جاهزين بس توقيت فلوس كبيره وعلى المرافق العامه. طبعا احنا عشان نحل المشكله دي كان تصوير اماكن له بديله في شارع 32 معايا يا فندم، وان شاء الله لحد من المقرر ان كلهم بالكامل يتم انتقالهم من 32 وهيتزال من قلب الشارع ويعاد الشارع للصوره السليمه ان شاء الله. يعني بالفعل يا فندم هيتم نقله في الشارع البديل؟ طب انا سيادتك انا معايا سياده النائب ابراهيم عبد الوهاب، عاوز بس يسال حضرتك سؤال. اتفضل سياده اللواء. سياده اللواء زي حضرتك يا فندم. سياده اللواء عادل، انا ابراهيم عبد الوهاب نائب المنتزه اول. في الحقيقه كنت عايز اقول لحضرتك ان سوق التلاتيني المفروض ان هو مخصص للباع الجائلين الموجودين بشارع القاهره، وده كان مخصص من فتره طويله، ولكن يعني منتظرين ان شاء الله تنفيذ هذه الخطوه. فحضرتك شايف ان سوق التلاتين ده هيتسع للباع الجائلين اللي في المعهد الديني وايضا للباع الجائلين اللي في شارع القاهره، ولا ايه الوضع هيكون ازاي يا فندم؟ ان شاء الله يا فندم هو الدراسه دي تمت ومدروسه ومحسوب عدد الباكات اللي موجوده في سوق 30، يعني الدراسه موجوده اصلا تحس ان عايز على المعهد الديني والقاهره. تمام يا فندم تمام. طبعا في وقت معين هينفذ فيه. سياده اللواء طبعا احنا عارفين طبعا الانجازات بتاعت حضرتك على ارض الواقع، عايزك تطمنا على اخر الازالات اللي تمت والاشغالات اللي تمت على ارض الواقع في سريعا كده يا فندم، واخر التطورات اللي تمت في هذا الحي يا فندم من خلال حضرتك. هو الفكره الحاليه يعني النهارده احنا منفذين خمس قرارات في الصبح، ودلوقتي قرارين الكف حصلوا حاليا دلوقتي. انا بكلم حضرتك انا موجود في حمله الشارع دلوقتي. بالليل كمان بتعملوا حملات يا فندم؟ الوقت كله معانا يعني مخالف في الساعه. هل والله يا ست اللي هي احنا طبعا بنبعت لك شكر خاص ولك ولمعالي المحافظ ان فعلا ان انتوا شغالين 24 ساعه. طبعا ست اللواء طبعا معانا هم بيشهدوا حضراتكم بالكفاءه 15 ساعه. واشكر طبعا لك ست اللواء على مجهوداتكم الملموسه على ارض الواقع من خلال حفاظنا على المنظر الجمالي لمحافظه اسكندريه في وجود حضراتكم. اشكرك، اشكر سياده اللواء عادل سلامه رئيس حي منتزه ثاني بمحافظه اسكندريه. اشكرك يا فندم. عاوز سياده رساله لرجال الاعمال وللشباب عشان المرحله القادمه من مشاريعنا للتنميه المحليه. نتشجع كلنا كمصريين بقى، نتشجع ونبتدي نعتمد على نفسينا، وكل واحد فينا كان بيصنع حاجه بيعملها هنا بيقفلها هنا وبيعتمد على مصانع محليه يبتدي يشغلها تاني. والشباب المصريين بقى بدل ما يقعد على القهوه يقول لك لا انا عايز اشتغل كذا عاوز اشتغل كذا، لا ابتدي. في مثل بيقول لك ان لم تجد ما تحب حب ما تجد. ابتدي اشتغل وشوف، جرب هنا وجرب هنا. ما احنا محتاجين رجال الاعمال. انا عاوز رجال الاعمال يبتدي يرجع تاني، يتعاون يبتدي يرجع تاني، يلم يبتدي يشتغل تاني زي زمان، يبتدي يشوف، يبتدي انا كنت بصنع هنا كذا وكذا، ابتدي ارجع تاني واشوف المصانع او الشركات اللي كنت بتعامل معاها تاني واتعامل معاها تاني، وابتدي ايدينا في ايد بعض تاني. مش عايزين نستوت. طبعا في نهايه حلقتي احب اشكر طبعا ضيوفنا اللي شرفونا النهارده. اشكر ضيفي اللي شرفني النهارده المهندس الحسيني الكارم الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال. اشكرك يا فندم. الله يخليك، شكرا مستر. ايضا اشكر المستشار ابراهيم عبد الوهاب عضو مجلس النواب عن دائره اول منتزه
بس محافظة اسكندرية. أشكرك فندم. شكرا استاذ مصطفى. سعيد جدا فندم. في نهاية حلقتي أحب أتكلم عن أن في نهاية الحلقة بقول المفترض في نواب، في حكومة، في مواطن. فالمفترض زي ما بقول في أمن، في اقتصاد. فالمفترض كلنا نتعاون، نتكاتف بيد واحدة عشان نقدر نبني بلد. هل بالفعل في المرحلة القادمة هيبقى هدفنا كده؟ أم كل واحد هيبقى في اتجاه؟ هل في المرحلة القادمة هنوقف الاقتصاد بتاعنا بيكون بشكل قوي في المرحلة؟ أم حضراتكم هنعتمد على أن الحكومة برضو هي اللي تعمل لنا؟ أصل خلي بالكم أنا عاوز أوصل حتة معينة. الدول اللي بره تقدمت مش عشان ان الحكومة عملت وعملت، لا، هي الحكومة بتوفر الخدمات بشكل واضح وملموس على الأرض، ودي حضراتكم بتعمله بناء على البنية التحتية والمشاريع القومية اللي معالي الرئيس بيعملها عشان تهيئ الوضع حضراتكم لرجال الأعمال المستثمرين الكبار. احنا بنتكلم بقى في المرحلة اللي هي المشاريع الصغيرة، مش محتاجة المشاريع القومية، محتاجة تعاون المشترك بين رجال الأعمال، محتاجة تعاون بين النواب، محتاجة تعاون بين الشباب، محتاجة تعاون من الأجهزة التنفيذية. هل ده في المرحلة القادمة يتم؟ أتمنى ذلك. أرجو أن الأجهزة التنفيذية حضرتك تناشد رجال الأعمال اللي موجودة في 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 خلال دائرته أو في مركزه أو في حيه أو في مدينة حضرتك على أساس أو في المحافظة، أو رجال الأعمال حضرتك يتبنوا هذه القضية. إحنا مش بنفرض عليهم، لأننا عارفين عليهم عبء رهيب موضوع التشريعات، اللي المفترض يتصدر لنا قوانين مبسطة نقدر نتعامل بها بشكل واضح عشان ما تعوقش المرحلة الاقتصادية أو مرحلة التنمية في الأيام القادمة. فده حضراتكم عارفين الكلام ده بيتم، بس إحنا بنتمنى إن هم يساندوا رجال الأعمال والشباب ويقفوا بجانب القيادات التنفيذية عشان يدوم دفع، لأن تعرف طبعا أن القيادة التنفيذية بطبعها ما عندهاش، أن في بعض الشخصيات القيادة التنفيذية، أنا بقولش القيادة التنفيذية كلها، أنا بقول بعض القيادات التنفيذية بيبقى عندهم ضعف في القرارات، فبالتالي لما يكون النائب عنده حصانة أو عنده مراقبة يقدر يسدد معاه عشان يدوم دفع بالقرار اللي هو ياخده عشان نقدر ننجز وننهض بالدولة ونعمل اقتصاد سريع ونعمل تنمية انتاج محلي بشكل واضح عشان نقدر نوفره، عشان نقدر نوفر الاستيراد اللي بنستورده ونوفر العملة صعبة. اتمنى يكون ده يتم حضراتكم في المرحلة القادمة، لان احنا ان شاء الله في المرحلة في الحلقات القادمة هيبقى ملفنا عن المحليات والقيادات التنفيذية، بس هيبقى على ارض الواقع مع نوابنا، مع قيادات تنفيذية، مع أساتذة وخبراء عشان نقدر نحل هذه الأزمة اللي احنا بنعاني منها ومواطنينا وأهالينا حضرتك بيعانوا بشكل يعني مش عايز أقول لكم يعني في حالة إحباط، مش عايز أتكلم أكتر بكده. فعشان نهاية حلقتي فأخليني أقول إن شاء الله انتظرونا الأسبوع القادم الأربعاء والخميس الساعة 9 مساء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.